السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة، مع استمرار ارتكاب الاحتلال مزيدا من الجرائم ضد المدنيين في غزة بالتزامن مع مباحثات باريس الثانية وإصدار نتنياهو وثيقته لليوم التالي لحرب غزة. مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا عبر سكايب من الضفة الغربية الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد السلام عواد. مرحبا بك. أهلا وبك وبالمستمعين والمشاهدين جميعا. نرحب بضيفنا أيضا من الكويت العاصمة الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي. أهلا بك أستاذ علي. ونبدأ مشاهدينا الكرام، حياكم الله بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ من الضفة الغربية من الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد السلام عواد. أستاذ عبد السلام، مع دخول اليوم 42 للعدوان على غزة ومع استمرار هذه الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال على الدوام منذ بدء عملية طوفان الأقصى وحتى اليوم من دون أي اعتبارات إنسانية لهذا العدوان، هل تعتقد أن استهداف المدنيين هو جزء من العملية العسكرية التي يبدو أنها يتم التنسيق فيها مع الجانب الأمريكي؟ نعم أستاذ عبد السلام عواد. نعم معك، لم أسمع السؤال. قلت لك مع استمرار هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال من دون أي اعتبارات إنسانية، ألا ترى أن استهداف المدنيين يبدو أنه جزء من هذه العملية العسكرية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي؟ من الواضح أن الاحتلال قد وضع أمامه عدة استراتيجيات وخطط فيما يتعلق بقطاع غزة. أولا التهجير لسكان قطاع غزة، ثم الضغط على المدنيين من شأنه باعتقاده أنه ربما يحقق أهداف عسكرية إذا ضغط على المدنيين سواء بالقتل أو بالمجازر. ونحن رأينا من اليوم الأول أنه ارتكب العديد من المجازر وقتل مئات آلاف الشهداء وعشرات آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلا أنه هذه السياسة لم تفلح في صد المقاومة عن المضي قدما في مقاومتها لهذا الاحتلال، ولم تفلح في ثني المواطن الفلسطيني الغزي عن الصمود والثبات في أرضه، رغم أنه رأى المجازر الكثيرة والقتل والإبادة الجماعية التي تنتهك في قطاع غزة. فهذه من الواضح أنها هي سياسة أساسية عند الاحتلال، الانتقام من هنالك فرق بين القتال والقتل. الاحتلال يتعمد القتل لكنه لأنه لا يجرؤ على القتال، الاحتلال يتعمد القتل لأنه لا يملك على الأرض أي ورقة ضغط لكنه لا يملك على الأرض أي انتصارات للقتال في الميدان مع المقاومة، فهي مجازر وإبادة جماعية وقتل للمدنيين بشكل متعمد. إذن نرحب بضيفنا عبر الهاتف من الكويت الكاتب والسياسي الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي. مرحبا بكم أستاذ علي. صباح اليوم نفذت طائرات الاحتلال غارات جوية على حي زيتون في جنوب مدينة غزة، هل تعتقد أن هذا التكثيف لطائرات الاحتلال يأتي في سياق رسالة ضمنية مفادها تهجير أهل سكان غزة إلى سيناء؟ تحياتي لك أخي الكريم ولمشاهدينا جميعا. حياك الله. وطبعا هو الاحتلال الإسرائيلي يقوم بما يقوم به منذ البداية، وهو القتل ثم القتل للمدنيين وخصوصا النساء والأطفال. لا يوجد أمامه الآن أهداف عسكرية كما لم يكن يوجد في البداية أهداف عسكرية، هو نجاحاته التي يدعيها هي بمزيد من القتل والتدمير، استهداف المدنيين في غزة وتدمير المقدرات المدنية في غزة. أما من الناحية العسكرية فلم يعد هناك لديه ما يستهدف، وبالتالي اليد العليا في الميدان هي للمقاومة منذ بدأت الحرب البرية وحتى هذه الآن، ساعة بساعة اليد العليا تحتسب للمقاومة لحماس والجهاد وجميع الفصائل. أما إثخانه فهو في المدنيين، وبالتالي عندما يقوم اليوم بقصف
بالطيران في حي الزيتون وهي المنطقة التي سبق وادعى أنه يسيطر عليها، فهذا يعني أنه إما أنه يستهدف المدنيين أو أنه لا يزال لا يسيطر على ذلك. وأنا أعتقد أن السببين هما صحيحان، فهو من ناحية لم يستطع أن يبسط سيطرته حتى على المناطق التي دخل إليها، ومن ناحية أخرى هو يتعمد استهداف المدنيين كما كان يفعل منذ البداية. نعم، إذا نشرك معنا أيضا عبر سكايب من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية ماهر حجازي. مرحبا بكم أستاذ ماهر معنا. حياك الله، أهلا وسهلا. حياكم الله. كيف نفهم أستاذ ماهر تصريحات القيادة السياسية وحتى العسكرية الأمريكية الداعية إلى عدم استهداف المدنيين، ولكن الواقع على الأرض مختلف تماما؟ تفضل. بداية تحية لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة لا تزال يعني الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة بايدن تدعم هذا الاحتلال الإسرائيلي سياسيا وعسكريا، وتوفر له الحماية الدولية باستخدام حق النقد الفيتو ضد أي مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة. هذه التصريحات الأمريكية يعني أيضا هي تقول الاحتلال الإسرائيلي اقتل ولكن قلل عدد القتلى، وبالتالي هناك الدعم واضح السياسي والعسكري من الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا ما نستدل به الموقف الأمريكي، موقف إدارة بايدن من التلويح والتهديد الإسرائيلي بإعداد خطة لاقتحام مدينة رفح التي تعتبر الآن هي يعني 1,700,000 مواطن فلسطيني أو 1,400,000 مواطن فلسطيني ونازح متواجدون. الموقف الأمريكي واضح، هو لم يرفض أو لم يعلن رفض أمريكي واضح لأي حملة برية عسكرية إسرائيلية باتجاه مدينة رفح التي سيترتب عليها كارثة إنسانية حقيقية وارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق شعبنا. لم يعني الموقف الأمريكي لم يدعو إلى رفض هذه الحملة، وإنما طالب الاحتلال الإسرائيلي بأن تكون هناك خطة لإجلاء المدنيين، وبالتالي الموقف الأمريكي لا يزال حتى هذه اللحظة داعم بشكل رئيسي للاحتلال الإسرائيلي ويوفر الحماية الدولية. ويواصل يعني بنيامين نتنياهو حرب الإبادة بحق شعبنا وفي ظل وجود موقف دولي، يعني موقف أمريكي يوفر له الغطاء الدولي والقانوني، وبالتالي يدرك بنيامين نتنياهو أنه لا حسيب ولا رقيب ضمن المنظومة الدولية له، وبالتالي يواصل عدوانه وإجرائم الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني، والتي يوم تزداد سوءا مع يعني الوضع الإنساني الكارثي خاصة في محافظات الشمال ومحافظة مدينة غزة، في ظل أن وجود 700,000 في المواطن الفلسطيني من شعبنا يتعرضون اليوم لحرب إبادة من نوع جديد، هي تعتمد على سياسة التجويع والحصار ومنع إدخال المساعدات، وبالعكس قصف المساعدات التي يعني ويعني تحاول الوصول إلى مناطق شمال قطاع غزة. وبالتالي للأسف يعني في هذا الإطار يقرأ الموقف الأمريكي وموقف إدارة بايدن الذي لا يزال ضعيفا وغير ضاغط بشكل رئيسي، ولا يعبر عن نية صادقة من الإدارة الأمريكية حقيقة في وقف هذا العدوان على شعبنا داخل قطاع غزة. أيضا في المقابل الأستاذ عبد السلام، المقاومة في المقابل تخوض في جبهات عديدة، يعني معارك ضارية مع الاحتلال، وتكبده خسائر أيضا فادحة وتعلن عن هذه العمليات. ما تأثير هذه الخسائر برأيك على متخذ القرار في الداخل الصهيوني؟ يعني منذ اليوم الأول ونحن نسمع ونشاهد مقاطع الفيديو التي تنشرها المقاومة عن الانتصارات المتتالية، عن الهزائم التي يمنى بها الاحتلال، عن الضربات الكبيرة التي تحققها المقاومة في جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه الضربات باعتقادي سيكون لها وقع كبير جدا على صانع القرار الإسرائيلي في أمرين: أولا في الموافقة على طلبات المقاومة سواء كان في التهدئة أو الصفقة، لأنه عنده عامل ضاغط وهو العامل الداخلي في داخل الكيان الذي يضغط لإخراج الرهائن وتحرير الرهائن والمختطفين. ثم الأمر الثاني ميدانيا، يعني أمام الشعب الفلسطيني وأمام العالم، أن هذه الأهداف التي يدعي الاحتلال أنه حققها، فالمقاومة لم تصب بإذن الله تعالى بشر، يعني كما يقول الكثير من الناطقين باسم المقاومة، ولكن هذه الأهداف التي يقصفها الاحتلال هي أهداف مدنية،
وبالتالي امام العالم ان الاحتلال يقول اننا حققنا انجازات عسكريه ولا نرى شيء على الارض، والمقاومه تقول اننا نتحدى الاحتلال ان يخرج لنا فيديو واحد مصور انه اعتقل او قتل مقاوما واحد او اكثر او قام باغتياب اعتقالهم. لكن الاهداف التي يحققها هي اهداف مدنيه بحته، مزيد من الدمار، مزيد من قتل المدنيين، مزيد من المجازر، اما غير ذلك فباعتقادي ان المقاومه هي التي تحقق الانجازات وتحقق الضربات الكبيره للاحتلال، وهذا باعتقادي هو الذي سيضغط على الاحتلال ويجبره على الموافقه على طلبات المقاومه. في السياق نفسه استاذ علي بغدادي، برايكم الى اي مدى تعكس هذه الضربات مدى ثبات المقاومه وايضا خساره الرهان لنقل بشان اطاله امد الحرب لخسارة الرهائن كما يحاول أن يهدف إلى ذلك نتنياهو في أثناء هذه الحرب؟ نتنياهو عندما أعلن الحرب البرية على غزة جعل له هدفين رئيسيين، الأول هو اجتثاث حماس أو مقاومة حماس، والهدف الثاني هو إطلاق سراح الأسرى. وحتى هذه اللحظة لم يحقق أي من هذه، لم يتم اجتثاث حماس، بل لا تزال موجودة وقائمة وفعالة، وبحكم تصريحات كثيرين من المسؤولين حتى من داخل الإدارة الأمريكية بأن اجتثاث حماس غير ممكن. أما موضوع الأسرى فهو لا يمكن أن يتم إلا بالتفاوض، وهذا ما أثبتته الأيام وأثبتته سير المعارك بأن هناك طريقا واحدا لإطلاق أسراح، وهو التفاهم مع حماس. هو حاليا يتعامل ويتفاهم في العملية التفاوضية مع حماس وكأنها عصابة قامت باختطاف مجموعة من المدنيين، وبالتالي على هذه العصابة أن ترضخ وتطلق سراحهم بدون قيد أو شرط، وهذا ما ترفضه المقاومة شكلا وموضوعا. فالعملية ليست كذلك. إذا أراد نتنياهو أسراه الإسرائيليين فالسبيل إلى ذلك هو وقف كامل وشامل لإطلاق النار، وحتى هذه اللحظه هذا الامر يعني لم نصل اليه. اداره نتنياهو مصممه على الاستمرار في القتال ومزيد من التدمير بسبب اعتبارات داخليه واعتبارات شخصيه لنتنياهو واعتبارات تخص مستقبل الكيان. فبالتالي ما هو ما نراه الان في المستقبل المنظور ان نتنياهو ما يزال يصر على الاستمرار في القتال. لكن أستاذ ماهر، في المقابل رب سائل يسأل، مع هذا الاستهداف لقوات الاحتلال للمستشفيات والمدنيين عموما، يعني السؤال ألا يضعف ذلك الحاضنة الشعبية للمقاومة، وربما يراهن أيضا على ذلك نتنياهو في إطالة أمد هذه الحرب؟ إحنا الاحتلال الإسرائيلي في سياسة الإبادة الجماعية التي يعني ينفذها بحق شعبنا داخل قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر، وهو يرتكب جرائم إبادة، يخصف المشافي ويقتل المدنيين والأطفال ويدمر البنية التحتية ويطيل أمد الحرب. بالفعل هو يريد أن يضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية لانتزاع تنازلات من المقاومة الفلسطينية في إطار المفاوضات الجارية لعقد صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. وبالتالي هي سياسة إسرائيلية قديمة، يعني ليست من اليوم، وعلى العكس نحن نتحدث عن حصار إسرائيلي مفروض على قطاع غزة منذ 17 عام. أثبتت التجربة أنه خلال 17 عام من هذا الحصار الإسرائيلي المفروض على شعبنا داخل قطاع غزة والعقاب الجماعي لخيار الشعب الفلسطيني الذي انتخب المقاومة الفلسطينية وانتخب حركة حماس يعني في انتخابات عام 2005، فجاء هذا الحصار الإسرائيلي. ولكن اليوم بعد 17 عام نجد أنه لم ينجح في ضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية، لأن الدليل على ذلك أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة استطاعت خلال 17 عام من هذا الحصار أن تطور من قدراتها العسكرية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي لولا أن الحاضنة الشعبية داعمة داخل قطاع غزة للمقاومة لما استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تصمد خلال 17 عام وأن تطور قدراتها العسكرية. لكن اليوم في ظل هذا العدوان الوحشي والهمجي من قبل الاحتلال على شعبنا داخل قطاع غزة، واليوم عندما نتحدث عن سياسة التجويع، يعني ربما القصف للمدنيين وقصف المشافي وقتل الأطفال والنساء بشكل مباشر من خلال القصف، ويعني يختلف ربما كليا عن سياسة التجويع والحصار التي تعتبر سياسة قتل بطيء لأبناء شعبنا، وهذه سياسة التجويع
وقصف المساعدات ربما تخلق حالة من الفوضى، وهذا ما يعني يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي، إلى خلق حالة من الفوضى داخل قطاع غزة، وبالتالي يثقل كاهل المقاومة ويحاول أن يعني يحدث فوضى داخل قطاع غزة تساهم في زعزعة الحاضنة الشعبية لدى المقاومة، وهي سياسة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على شعبنا. وبالتالي المطلوب هو لقطع الطريق على أي محاولات إسرائيلية يعني لزعزعة الاستقرار داخل قطاع غزة من بوابة التجويع والحصار، أنه لابد أن يكون هناك إدخال لهذه المساعدات، ويعني إفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي في ضرب هذه الحاضنة الشعبية واستمرار في القتل والتجويع من خلال الضغط لإطار إدخال المساعدات الغذائية والإغاثية خاصة لكل مناطق قطاع غزة، وبالأخص إلى مناطق الشمال التي تعاني حصار مضاعف، ويعني بدأت هناك يعني أعداد الشهداء من الجوع خاصة لدى الأطفال، يعني عندما يتحدث عن مجموعة من الشهداء الأطفال نتيجة نقص الغذاء والرعاية الصحية والمنظومة الغذائية. وبالتالي قطع الطريق على أي محاولات إسرائيلية لضرب الحاضنة الشعبية من خلال الضغط في إطار إدخال المساعدات، والدور المطلوب اليوم هناك دور عربي بالدرجة الأولى، نتحدث عن مصر وعن الأردن، هناك مطالبات في الأردن إلى أن يكون هناك جسر بري لدعم بإدخال المساعدات إلى داخل قطاع غزة، وأيضا يعني نتحدث عن 2000 شاحنة، نتحدث عنها وسائل الإعلام، 2000 شاحنة من المساعدات في الجانب المصري. هذه المساعدات يجب أن يتم الضغط وعدم القبول بالابتزازات الإسرائيلية للضغط وإدخال هذه المساعدات. إدخال هذه المساعدات ينسجم مع القانون الدولي وينسجم مع الموقف الدولي الذي يدعو إلى إدخال المساعدات إلى داخل قطاع غزة، وبالتالي قطع الطريق على هذه المحاولات الإسرائيلية وإفشال سياسة التجويع وتركيع الشعب الفلسطيني من خلال الضغط في إطار إدخال كل أشكال الدعم الإنساني والإغاثة إلى داخل قطاع غزة، في ظل هذه المرحلة الحرجة صراحة التي يمر أبناء شعبنا عندما يستخدم هذا الاحتلال سلاح التجويع الذي هو شكل من أشكال جرائم الإبادة المتواصلة منذ 7 أكتوبر ضد شعبنا داخل قطاع غزة. أستاذ عبد السلام، وأنتم في الضفة الغربية، بالتزامن مع كل جرائم الاحتلال في غزة أيضا نلاحظ أن الاحتلال يواصل هذه الانتهاكات والاعتداءات أيضا في الضفة الغربية. ما تفسيرك لهذا الاستهداف ربما غير المسبوق في يعني السنوات الماضية للضفة الغربية؟ أخي الكريم، الاحتلال يحاول التغطية على عجزه وضعفه وخسارته في قطاع غزة بتوتير الأمور وتصعيد جبهة الضفة حتى يغطي على هذه الخسائر وهذا الضعف وهذا العجز أمام جبهته الداخلية، وإلا ماذا يعني أن يقوم المتطرف بن غفير بإعلان أنه يمنع على أي فلسطيني أو مسلم من الداخل الفلسطيني أو من الضفة الغربية الوصول إلى المسجد الأقصى، وهو يعلم أن المسجد الأقصى هو عبارة عن فتيل ثورة، هو عبارة عن فتيل حرب، هو عبارة عن فتيل لإشعال المنطقة بشكل كامل. وما السنوات والثورات الماضية والتي كان آخرها عندما اقتحم الهالك شارون المسجد الأقصى وانتلعت بعده انتفاضة الأقصى وما بعدها، هو يعلم أنه مثل هذه القوانين مثل هذه الإعلانات ستشعل الضفة، وهو يريد بذلك أن يغطي على هذا العجز من خلال عنترياته على المسجد الأقصى، من خلال اقتحام المدن الفلسطينية وتدمير البنية التحتية، من خلال اقتحام المخيمات والقرى والمدن، والتي كان آخرها قبل عدة أيام بوضع بوابات حدادية على مداخل عدد كبير من المدن في منطقة جنوب نابلس. ماذا يعني ذلك غير أنه يريد أن يوتر المنطقة ويريد مزيد من التصعيد حتى يغطي على الضعف وهذا العجز الذي مني به في جبهة غزة أمام جبهته الداخلية. وبالنسبة للضفة الغربية بالمناسبة هي كانت مشتعلة قبل الحرب، قبل السابع من أكتوبر، لكنه بعد هذه الحرب وأمام خسائره زادت انتهاكاته واعتداءاته، وحتى أن الاحتلال أعلن أن عدد الجنود والألوية التي صارت الآن في الضفة الغربية هي أكثر من الموجودة في قطاع غزة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه ربما يحضر لشيء ما، ربما يحضر أن جبهة الضفة على أبواب رمضان ربما تشتعل إن استمر هذا المنع وهذه الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى. أيضا أستاذ علي بغدادي، على الرغم من كل هذا التصدي للمقاومة في الضفة الغربية، ولكن الاحتلال يزيد من أعمال الاعتقال والدهم والمضايقات والانتهاكات، يعني ما تأثير ذلك سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية، ما تأثير ذلك على سير المحادثات في محادثات باريس الثانية إنهاء هذه الأزمة؟ متورط مرتبك
وظاهر أداؤه في مزيد من وحشيته، سواء كانت في غزة أو في الضفة، خصوصا ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، والذي دائما كانت الضفة وخصوصا في مدينة القدس الشريف تشتعل بالمواجهات ومحاولات فرض الإرادة الفلسطينية في مقابل إرادة المحتل. العدو الإسرائيلي لم يستطع أن يحصل بالقوة على النتائج التي وضعها، وبالتالي هو يحاول أن يحصل بالسياسة على ما فشل به في القوة، ووسيلته لذلك هي المزيد من الضغط على الحاضنة الشعبية، وهذه ممارسة غير أخلاقية في السياسة وفي العالم. عندما يضغط على الحاضنة الشعبية ويزيد فيهم بالقتل وبالحصار وبالتجويع وبمنع الأدوية وتحطيم المستشفيات وزيادة الموتى في المستشفيات، هو بذلك يريد مزيد من الضغط حتى تنتفض الحاضنة الشعبية ضد المقاومة، أو حتى يضغط نفسيا على المقاومة لكي ترضخ وتأتيه راكعة. في العالم المتحضر أو في القرن 21، هذه ممارسة تعتبر ممارسة إجرامية، تعتبر من ضمن ممارسات الإبادة الجماعية، لأنه يعاقب السكان المدنيين عقابا جماعيا. ولكن الجانب الآخر من هذا الأمر أنه مؤشر على فشله، فهو فشل في الجانب العسكري وفشل أيضا في الجانب المدني، وحتى الحاضنة الشعبية هي حاضنة رغم ألمها، وهي تألم وتتأوه الآن، ولكنها واعية وتدرك وتعرف مخططاته، إن كان بموضوع التهجير في غزة، أو الانتفاض ضد المقاومة، أو في موضوع الضفة. شعبنا واع ولم تعد تنطلي عليه الإشاعات والأساليب الإسرائيلية، وبالتالي إنما النصر صبر ساعة، ونحن علينا المزيد من الثبات والصبر، وإن شاء الله سنصل إلى النصر. أيضا أستاذ ماهر، بشأن عدد المعتقلين حتى الآن، أستاذ ماهر حجازي، نادي الأسير أحصى عدد المعتقلين فقط في الضفة منذ 7 من شهر تشرين الأول، وهو بدء معركة طوفان الأقصى، بنحو 7210 أسرى. كيف تنظر إلى هذا العدد؟ هل هذه الأعداد ستخلط الأوراق في هذه المعركة؟ الاحتلال الاسرائيلي منذ 7 من اكتوبر، وهو ايضا يعني لا يصعد فقط في عدوانه على شعبنا داخل قطاع غزه ويرتكب الاباده البشريه، وانما ايضا هناك تصعيد في مدن الضفه الغربيه من تصعيد الاستيطان واعتداءات المستوطنين على ابناء شعبنا. هناك المئات يعني من الشهداء من ابناء شعبنا في الضفه الغربيه منذ 7 من اكتوبر، وهناك حمله اعتقالات كبيره، يعني نتحدث عن يعني الرقم الذي طرحه نادي الاسير، يعني بالالاف ابناء شعبنا اعتقلهم خلال 5 اشهر، وبالتالي هو يدرك انه في خلال اي صفقه تبادل سيكون هذا الرقم هو يعني ربما يندرج في اطار صفقه تبادل، ويحاول الاحتلال الاسرائيلي ربما استخدام هذه الاعداد من الاسرى يعني التي اعتقلها خلال هذه الفتره في اي صفقه تبادل، لان يتلاعب فيما يتعلق باطلاق سراح اسرى على سبيل المثال، ان يعرض اسماء هؤلاء للافراج عن الصفقه، في حين يرفض مثلا الافراج عن الاسرى القدامى والمعتقلين منذ سنوات طويله المحكومين بالمؤبدات من داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الاسرائيلي. وبالتالي ايضا هذا يفسر ان العدوان على شعبنا الفلسطيني ليس فقط في قطاع غزه، وانما ايضا في الضفه الغربيه، وان ما يجري داخل قطاع غزه من عدوان وجرائم ايضا يؤثر وينعكس ايضا على مجريات الاحداث في الضفه الغربيه، وايضا ما طرحه اليمين المتطرف من اجراءات يعني عقابيه ضد ابناء شعبنا في الضفة الغربية من خلال يعني تشديد الإجراءات الأمنية ومنع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان، وبالتالي هذا أيضا يفسر يعني لأين يتجه اليمين الإسرائيلي المتطرف في يعني تشديد عدوانه على الشعب الفلسطيني. ونعتقد يعني هذه الإجراءات الإسرائيلية وهذا التشديد من قبل اليمين المتطرف في شهر رمضان سيكون له ارتدادات كبيرة على الوضع في الضفة الغربية، خاصة مع تصاعد أعمال المقاومة للرد على هذه الدعوات لليمين المتطرف، وبالتالي التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والتصعيد في والإجرام الإبادة في الضفة الغربية تعكس حجم يعني التهديد الإسرائيلي وحجم يعني الاعتداءات والتوجه السياسة اليمنية المتطرفة لبنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام، سواء كان اليمين المتطرف أو حتى المعارضة التي تتفق في على العدوان على الشعب الفلسطيني وتتفق على ضرورة عدم منع
الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وهذا في هذا الإطار يأتي أيضا يعني ما طرحه اليمين المتطرف ووافق عليه الكنيسة الإسرائيلي في عدم وافقت المعارضة وحتى اليمين المتطرف في الاحتلال الإسرائيلي على عدم الاعتراف بأي حراك دولي فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد، وبالتالي هذا يعبر بمجمله عن إلى أين تتجه السياسة الإسرائيلية العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني بالتصعيد في الضفة الغربية وأيضا باستمرار الإبادة بحق شعبنا داخل قطاع غزة. قبل أن أنتقل بالسؤال إلى السيد عبد السلام عواد، مشاهدينا الكرام فلنتوقف مع هذا التقرير المقروء ثم نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الإخبارية بشأن العدوان على غزة. إذن إلى الضفة الغربية وعبد السلام عواد الكاتب والصحفي الفلسطيني. أستاذ عبد السلام، بالحديث والانتقال إلى الداخل الصهيوني، يعني أمس خرج مئات المتظاهرين في تل أبيب وفي مدن أخرى وطالبوا بانتخابات مبكرة وكذلك أبرام صفقة لتبادل المحتجزين. برأيكم إلى أي مدى تمثل هذه التظاهرات ضغطا على نتنياهو وحكومته؟ يعني المتابع لمجريات هذه المظاهرات وهذا الحراك في الجبهة الداخلية عند الاحتلال يلاحظ أننا كل يوم نشهد تصعيد أكبر من اليوم الذي يليه، تصعيد في هذا الحراك و أيضا تصعيد في مواجهة هذا الحراك من قبل شرطة الاحتلال وحكومة الاحتلال. نتنياهو يريد أن يقضي على هذه الحراكات ولا يريدها أن تكون ضاغطا كبيرا عليه أمام هذه الصفقة أو أمام خياراته في هذه الحرب، لأنه كلما ضغطت هذه الجبهة على نتنياهو كلما خضع لمثل هذه الضغوط واستجاب للمطالب في التنازل أمام مطالب المقاومة والاستجابة لصفقة التبادل والتهدئة. باعتقادي أن هذه الجبهة كلما تصاعدت سيكون لها دور كبير جدا في الضغط على نتنياهو وعلى مجلس الحرب للقبول بطلبات المقاومة والاستجابة لاتفاقية باريس التي تعقد من خلال الوسطاء. فلذلك هذه الجبهة الداخلية باعتقادي وكمتابع لهذا الأمر أننا في الأيام القادمة سنشهد مزيد من التصعيد في هذه الجبهة، لأننا بتنا نرى أن الخيال قد نزلوا على الساحة والشرطة وبدأوا بضرب المتظاهرين ومنعهم من المشاركة في هذه المظاهرات. وبالمناسبة قبل عدة أيام عندما اجتمع جزء من الاحتلال في باريس طالبت لجنة أهالي المختطفين بأن يكون وفد ممثل لها في هذه اللجنة وفي هذه المباحثات لتكون ضاغطا على حكومة الاحتلال ولتكون على علم ويقين بما يطرحه الاحتلال، لأنها لا تثق بنتنياهو ولا تثق بمجلس الحرب أنه يطرح قضية أولادهم المختطفين بشكل كبير وبشكل كامل. لذلك هذه الجبهة باعتقادي سيكون لها دور كبير جدا وستتصاعد في الأيام القادمة، وهي ستضغط على الاحتلال في الكثير من الأمور التي متعلقة بالصفقة وباتفاقية باريس.
في السياق نفسه أيضا أستاذ علي بغدادي الكاتب والسياسي الفلسطيني من الكويت، في ظل هذا الضغط في الداخل الصهيوني أيضا ومع استمرار اعتداء شرطة الاحتلال على المتظاهرين المطالبين طبعا بصفقة إجراء صفقة سريعة لتبادل المحتجزين، هل تعتقد أن نتنياهو عازم على استمرار هذه الحرب ولن يرغض لن يرضخ عفوا لهذه الضغوط في الداخل؟ نعم، نتنياهو عازم على استمرار هذه الحرب، ونتنياهو لا زال رغم كل هذه الضغوطات لا يزال رجلا قويا في داخل الكيان الإسرائيلي، عنده تحالف في الكنيسة من 64 عضو، يملك الأغلبية في الكنيسة من أصل 120 شخص، وفشلت محاولات سحب الثقة منه، وحتى المتطرفين الذين معه واليمينيون الذين في الحكومة يعلمون بأنه إذا سقطت هذه الحكومة فلن يكون لهم فرصة أخرى لهذا الحجم من التأثير في السياسة الإسرائيلية، وبالتالي نتنياهو يستند إلى قاعدة صلبة في القرار السياسي الإسرائيلي، وكل محاولات إسقاطه أو محاولات زعزعته وهي قائمة وموجودة، والمجتمع الإسرائيلي يقوم بتظاهرات رأيناها ولكنها غير كافية، لم تصل إلى مستوى الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل وقف إطلاق النار. لذلك حتى نكون صادقين مع أنفسنا وصادقين مع شعبنا، نحن نتوقع معركة طويلة والنصر فيها لمن يصبر كثيرا. أستاذ ماهر حجازي أيضا من أمستردام، يعني بحسب القناة العبرية 12 فإن هناك سباقا من الزمن للتوصل إلى اتفاق قبيل حلول شهر رمضان المبارك، هل تتوقع خروج مباحثات باريس باتفاق من شأنه أن يهدئ من أوار هذه الحرب؟ بالمتابعة لما يصدر عن الإعلام الإسرائيلي يعني بالأمس عن المحادثات الجارية في باريس، يعني يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن تقدم في يعني اتفاق أو مباحثات صفقة تبادل أسرى، ولكن في المقابل يعني مصدر قيادي في حماس تحدث للجزيرة وقال أنه رغم أن هذا التفاؤل لا يؤشر أو لا يؤشر إلى حدوث تقدم في صفقة تبادل الأسرى، وبالتالي أي إعلان عن صفقة تبادل أسرى أو الوصول إلى اتفاق لصفقة تبادل الأسرى هو مرتبط يعني بإعلان من قبل الوسيط القائم سواء كانت مصر أو قطر التي هي التي تعلن كما جرى في المرة الماضية في الصفقة التي تمت بصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار لمدة أسبوع، وبالتالي اليوم الإعلام الإسرائيلي ربما يحاول أن يروج إلى أن هناك صفقة أو اتفاق في إطار أن الترويج المسبق، لأن أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو صفقة تبادل أسرى هو يعني يروج كأنه مكسب لبنيامين نتنياهو، في حين أنه المقاومة الفلسطينية أو موقف حركة حماس حتى هذه اللحظة يعني كما تحدث هذا المصدر المسؤول أنه لا يعني رغم أنه المباحثات لا تشير بالتفاؤل لقرب وصول اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن اليوم إذا أردنا نتحدث عن أساسيات أي صفقة تبادل أو وقف إطلاق النار نستطيع القول انه يعني كما تحدثت المقاومه كما يريد شعبنا الفلسطيني انه اي اساس لاي صفقه تبادل يجب ان تفضي الى وقف اطلاق نار شامل وكامل في مختلف مناطق قطاع غزه، وايضا السماح بادخال المساعدات الاغاثيه والغذائيه لمختلف مناطق قطاع غزه، وانسحاب الجيش الاسرائيلي من معظم المناطق التي دخل اليها في داخل قطاع غزه، ولكن بالنظر الى يعني ما يقوم ما يتحدث ويصرح به رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وحتى الوثيقه التي قدمها نتنياهو الى مجلس الحرب والتي تحدث فيها انه سيستمر سيكون هناك تواجد امني وعسكري للاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزه، وايضا ان يعني لن ينسحب الجيش الاحتلال الاسرائيلي من داخل القطاع، وايضا هو تحدث عن استهداف وانهاء عمل وكاله الاونروا، وبالتالي يعني ما يقوم به نتنياهو ويتحدث به نتنياهو ياتي في خلاف ويتعارض مع اي سياقات لاطار يعني وقف اطلاق النار وصفقه التبادل، وبالتالي هذا يعني انه بنيامين نتنياهو يتلاعب على مختلف الاطراف سواء كان الولايات المتحده الامريكيه التي تطالب بنيامين نتنياهو باعداد خطه لليوم التالي ما بعد غزه، او من خلال يعني اليمين المتطرف، وبالتالي هذه الوثيقه والتي تحدث عنها بنيامين نتنياهو يحاول ان يخفف من ضغط الولايات المتحده الامريكيه عليه لدراسه اليوم او تقديم خطه اليوم ما بعد انتهاء هذا العدوان،
أو إلى اليمين المتطرف، لأن يعني هذه الوثيقة هي دعم لكل المواقف المتشددة واليمينية المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي اليوم نستطيع القول أن بنيامين نتنياهو غير معني بشكل حقيقي بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، ولا تعنيه يعني حياة الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة. وهذا يفسر حقيقة يعني التصاعد في حركات أهالي الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة، عندما كان هذا الحراك هو فقط للضغط على بنيامين نتنياهو للموافقة على صفقة تبادل للأسرى. لكن اليوم بدأنا نشهد كما تحدث ضيفك أن هناك تصاعد في حراكات عائلات الأسرى الإسرائيليين التي بدأت تطالب بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو والدعوة لانتخابات إسرائيلية مبكرة. وبالتالي من الواضح أن بنيامين نتنياهو هو معني بإطالة هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني، ويقدم هذه الرؤية التي هي يعني إفشال لأي صفقة تبادل أو محادثات. وبالتالي اليوم نتنياهو غير معني بإحداث وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، واعتقد الضغوط استمرار الضغوط سواء كانت أمريكية أو دولية وحتى من داخل المجتمع الإسرائيلي على نتنياهو لتحقيق أي اتفاق. ولكن حتى هذه اللحظة يعني مع قرب شهر رمضان لا نستطيع الحديث أن هناك بالفعل أي تقدم يعني في من خلال المعطيات سواء كان من المقاومة أو حتى من الجانب الإسرائيلي. إذا أستاذ عبد السلام، مع استمرار هذه الضغوط كما تفضل الأستاذ ماهر، أيضا ننقل ما أعلنته هيئة البث في الكيان المحتل، ذكرت أن هناك مصادر في حكومة نتنياهو أرسلت عن طريق مجلس الحرب قرر السماح بإرسال وفد إلى قطر للتباحث بشأن يعني الصفقة لتبادل المحتجزين. هل هناك معلومات برأيك عن موقف حكومة نتنياهو، لا سيما أن هناك بعض التسريبات تذكر من داخل الكيان المحتل أن هناك تفاؤلا بشأن هذه المفاوضات التي ستجرى في قطر؟ يعني تابعنا في الأيام الماضية أخبار هذه الصفقة، وخرجت تقارير وخرجت أخبار، منها المتفائل ومن المتشائم ومنها ما يدعو إلى الإيجابية أو السلبية أو غير ذلك. لكن الذي يعتمد أولا أن هذه الصفقة هنالك مطالب للمقاومة، وقدمت من أول محاولة قبل هذا الاتفاق بعدة أسابيع ورفضها الاحتلال، ثم عاد مرة أخرى من خلال وسطاء ووجد أن مطالب المقاومة لم تتغير بعد، وهي مقدمة كما هي، لأن المقاومة لا تريد لهذه الشروط أن تجتزأ، ولا تريد إلى هذه المساعدات الإنسانية أن تجتزأ. هو يريد أن يقدم في من خلال هذه الهدنة إدخال المساعدات بشكل متزامن وبشكل كبير وبشكل مفتوح دون شروط أو قيود. لذلك هذه الصفقة باعتقادي أن الاحتلال في كثير من الأحيان يحاول تسريب أننا وصلنا إلى نقاط إيجابية. من خلال ذلك يريد أولا أن يضرب المعنويات عند الشعب الفلسطيني بأنه مرة استجبنا ومرة قدمنا ومرة تأخرنا. لذلك باعتقادي أنه في الأيام القادمة ربما نشهد تقدم في هذه الصفقة إن رضخ الاحتلال لها، وهنالك مؤشرات على أن الاحتلال سيستجيب لهذه المطالب، لأنه إذا ما عدنا إلى الصفقات الماضية والهدن الماضية حاول الاحتلال في البداية أن يتعنت ويرفض، لكنه أمام ضربات المقاومة وأمام الضغط الداخلي الإسرائيلي استجاب لمثل هذه المطالب، وتم الإفراج عن بعض المختطفين وبعض المعتقلين الفلسطينيين، وأيضا إدخال المساعدات وتوقف إطلاق النار إلى فترة معينة. في هذه الأيام باعتقادي ربما سنشهد على أبواب رمضان، ستكون ربما تكون هنالك صفقة حسب المعطيات التي نشاهدها على الأرض وحسب الإمكانيات المادية على الأرض العسكرية، لأننا نلاحظ أن الاحتلال سحب الكثير من الألوية على الأرض، وهنالك خسائر كبيرة على الأرض للاحتلال، وهو لا يستطيع أن يقاتل على أكثر من جبهة وإن ادعى ذلك، لأن الخسائر التي يمنى بها في جبهة غزة ويمنى بها في جبهة الشمال والضربات والخسائر في جبهة الضفة لا تجعله لا يمكن أن يستمر في رمضان الذي سيشهد تصاعد كبير جدا. لذلك باعتقادي أننا سنشهد في الأيام القادمة ربما باعتقادي ورأيي الشخصي أننا ربما سنكون على أبواب صفقة وتهدئة على أعتاب وأبواب شهر رمضان. أيضا أستاذ علي بغدادي، في سياق هذه الصفقة المرتقبة في قطر، إذاعة جيش الاحتلال صرحت أن الوفد المسافر إلى قطر يعني هو ليس وفدا رفيع المستوى، كيف تقرؤون هذا التصريح؟
هو لا تزال الفجوة كبيرة جدا بين الجانب الإسرائيلي وبين جانب المقاومة فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق. الجانب الإسرائيلي لا يريد التعهد بوقف إطلاق النار، بينما الجانب الفلسطيني يصر على هذا الأمر. التصريحات التي المتفائلة التي تطلق من هنا وهناك هي غالبا من الجانب الإسرائيلي من أجل طمأنة أهالي الأسرى والمحتجزين هناك، وأيضا لإشاعة جو من التذبذب في الحاضنة الشعبية الفلسطينية، بالإضافة إلى أن هناك مصلحة لدى الوسطاء لإشاعة أجواء من التفاؤل. لكن الواقع الذي نراه والملموس أمامنا هو أن الفجوة ما تزال كبيرة، رغم أن حماس يعني أبدت كثيرا من المرونة، فمطلبها هو مطلب منطقي وعادل وطبيعي، هي تطالب بالتعهد وقف إطلاق النار، ولن يتم صفقة تبادل الأسرى إلا بذلك، وهذا أمر طبيعي، بينما الجانب الإسرائيلي يريد أن يأخذ الأسرى مع الاستمرار في إطلاق النار، بل وفي اجتياح غزة وعدم الانسحاب منها. لذلك حتى هذه اللحظة ما يزال البون واسعا رغم محاولات الوسطاء المشكورة للوصول إلى اتفاق، ما يزال حتى هذه اللحظة في الأفق المنظور على الأقل لا نرى وقفا لإطلاق النار أو اتفاق. هذا ما يبدو. أستاذ ماهر حجازي، أيضا بخصوص جولة باريس الثانية، بغض النظر عن مستوى التمثيل فيها، ما الذي اختلف في هذه الجولة الثانية عما سبقها في الجولة الأولى؟ أعتقد هذه الجولة الثانية هي جاءت بعد الجولة الأولى التي تم تقديم فيها ورقة اتفاق باريس إلى حركة حماس، وحركة حماس بعد دراسات كما أعلنت دراسات داخلية وأيضا بالتنسيق والتشاور مع بقية فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وللوصول وضعت العديد من الملاحظات على هذه يعني هذه الورقة، ومن ثم تم رفع هذه الورقة إلى الجانب الإسرائيلي الذي بدوره أعلن عن رفض مجمل الملاحظات التي وضعتها حركة حماس على اتفاق ورقة باريس الأولى، ورفضه للانسحاب الإسرائيلي من داخل المناطق يعني من قطاع غزة، وأيضا موضوع إدخال المساعدات، وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار والتعهد أو وجود ضمانات لوقف إطلاق النار. وكانت هذه الملاحظات يعني على ثلاثة مراحل تفضي إلى وقف إطلاق النار، لكن من الواضح أن الإسرائيلي بعد رفضه لكل هذه الملاحظات أو غالبية الملاحظات التي وضعتها حركة حماس على اتفاق او ورقه اتفاق باريس الاولى، كان هناك ضغط من الولايات المتحده الامريكيه والتحديد اداره بايدن الذي ادركت انها يعني بالتماهي مع بنيامين نتنياهو وضعت امريكا في امتحان مهم جدا امام المجتمع الدولي، وبالتالي اعتقد ايضا الضغوط داخل المجتمع الاسرائيلي وخاصه في مجلس الحرب من طرف جانتس الذي يعني عبر عن رفضه لماذا لم يتم ارسال وفد من قبل او يعني الوفد الاسرائيلي ايضا الى القاهره لبحث ايضا مستجدات صفقه التبادل، وبالتالي جاءت هذه الجوله الثانيه بارسال وفد اسرائيلي الى باريس قبل يومين تقريبا، وايضا يعني بحسب ما تحدث الاعلام الاسرائيلي ان رئيس حكومه الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس الحرب يعني اعطوا فوضوا هذا الوفد باعطائه صلاحيات للتفاوض وليس فقط للتشاور، وبالتالي اعتقد هي تاتي الورقه الثانيه ربما ايضا في إطار يعني شروط جديدة أو يعني التفاوض على بعض النقاط أو ربما رضوخ الاحتلال الإسرائيلي لبعض المطالب التي طالب بها المقاومة الفلسطينية، وبالتالي أعتقد أن الأيام أو الساعات القادمة هي التي كفيلة حقيقة بأن ندرك أن هناك اتفاق قريب يعني في شهر رمضان، أو يعني هناك ليس اتفاق والأمر لا يزال بعيد، ولكن اليوم هناك أساسيات ومحددات لأي اتفاق لوقف إطلاق النار لصفقة التبادل، ليس الموضوع فقط صفقة تبادل الأسرى كما يريدها الاحتلال الإسرائيلي، وإنما يعني كما قالت المقاومة الفلسطينية وبالتحديد حركة حماس أن أي اتفاق لصفقة تبادل يجب أن يكون مبني على أسس وقف إطلاق نار شامل وكامل وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي وإدخال المساعدات، وبالتالي أعتقد أن يعني قبول الاحتلال الإسرائيلي أو رضوخه لمثل هذه المطالب هو الذي سيقود إلى تحقيق صفقة تبادل قريبة وتفضي إلى وقف هذا العدوان على شعبنا داخل قطاع غزة. وحتى الجبهة الداخلية في غزة دعت إلى الحذر مما يتداوله إعلام الاحتلال بشأن ذلك من تسريبات. أستاذ عبد السلام، أيضا
مع ذلك لكن موقع أكسيوس الأمريكي ربما كشف أو سرب عن بعض التفاصيل في مباحثات باريس بشأن الحرب على غزة، ومما سربه هو مقترح لحماس بحسب زعم هذا الموقع الأمريكي طبعا إطلاق سراح 40 محتجزا مقابل إطلاق أيضا عدد من الأسرى المحتجزين في سجون الاحتلال، وأيضا إيقاف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع. كيف تنظرون إلى هذا التسريب إن صدق، وهل يعد ذلك تحركا يعني أكثر مرونة من المقاومة؟ يعني كما ذكر ضيفك الكريم، حماس في هذه المفاوضات أبدت بعض المرونة في بعض الإجراءات وبعض الشروط التي كانت قد عرضتها سابقا، لكنها لم تمس جوهر شروطها الأساسية في هذا الاتفاق. باعتقادي مثل هذه التسريبات لها أهداف كثيرة، من ضمنها ربما سيكون ضرب الحاضنة الشعبية الفلسطينية وجعلها تنتظر وتترقب مثل هذه الصفقات والتسريبات. فمثل هذه التسريبات باعتقادي يجب أن نتعامل معها على أنها ليست حقائق وعلى أنها ليست بالأمر المسلم به، وإنما ما يعتمد هو ما يخرج إما عن الوسطاء أو عن جانب المقاومة سواء كانت حركة حماس أو فصائل المقاومة. فإذا ما تم الإعلان رسميا على أي شرط أو على أي اتفاق من خلال فصائل المقاومة ومن خلال الناطقين الرسميين باسمها أو من خلال الوسطاء هو ما يعتمد، أما غير ذلك ستظل تسريبات إعلامية وكلام هنا وهناك لا قيمة له إلا أن يكون قد وقع رسميا من خلال الوسطاء أو المقاومة أو وسطاء الاتفاق. من هنا أستاذ علي بغدادي لابد أن نتحدث في ختام هذا اللقاء عن وثيقة نتنياهو والتي سماها مبادئ اليوم التالي للحرب على غزة، والتي زعم أنها ترسم خطة لمستقبل غزة. كيف ترى هذا الإعلان من نتنياهو؟ إذا أتحول بالسؤال لأستاذ ماهر في أقل من دقيقة لو سمحتم، تفضل. نعم، يعني هذه الوثيقة أو التي أعلن عنها بنيامين نتنياهو هي مجرد أحلام، يعني لا يستطيع بنيامين نتنياهو أن يطبق مثل هذه الوثيقة. يعني هو يتحدث ما بعد غزة، وحتى هذه اللحظة هو يشن عدوان على شعبنا داخل قطاع غزة لأكثر من 5 أشهر، لم يحقق أي إنجاز عسكري سوى قتل مدني. يعني هو يتحدث حتى أيضا عن مواجهة التطرف، وأيضا نقطة مهمة يتحدث عنها أنه يريد أن ينزع الوطنية من الشعب الفلسطيني أو ما سماه بالتطرف، وبالتالي يعني هذا هو يريد أن يحارب شعبنا الفلسطيني منذ 75 يعني عام محتل فلسطين، يعني يحتل الاحتلال الإسرائيلي فلسطين من النكبة 48، لم يستطع الاحتلال الإسرائيلي أن ينزع الهوية الوطنية عن الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذه الوثيقة التي يتحدث عنها بنيامين نتنياهو هو أقرب إلى حلم لن يستطيع تحقيقه في عدوانه على شعبنا داخل قطاع غزة. من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية ماهر حجازي، شكرا جزيلا لك. وأشكر أيضا عبد السلام عواد عبر سكايب من الضفة الغربية الكاتب والصحفي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك أيضا أستاذ عبد السلام. كذلك شكر موصول لمن شاركنا في عبر الهاتف من الكويت سيد علي بغدادي الكاتب السياسي الفلسطيني، شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.